الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا شرح الحديث 25، يقول فيه الإمام النووي رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه فيه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور، الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير. قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، أي أهل الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجور وفازوا بالأجور، فجاءوا رضي الله عنهم لحرصهم على الخير، وليس حسدا، بل هو منافسة في الأجور ومنافسة في الخيرات. قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني أنهم زادوا بهذه الخصلة، أنهم يتصدقون بفضول أموالهم، وهم فقراء ما عندهم شيء يتصدقون به، وأولئك أغنياء رزقهم الله المال ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لها معنى أعم من الصدقة بالمال، أن الصدقة لها معنى أعم وأوسع من الصدقة بالمال، وإن كان أصل الصدقة بالمال لكن معناها أعم، ولهذا قال: إن بكل تسبيحة صدقة، أي قول سبحان الله، قولك سبحان الله تحصل على صدقة، والصدقة هنا الأجر والحسنة، وكل تكبيرة صدقة، قول الله أكبر، وكل تحميدة صدقة، أي الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، أي لا إله إلا الله. وهذه الأربع كلمات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله جل وعلا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، وذكر هذه الأربع كلمات: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وهذا كذلك، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف هو كل ما عرف حسنه في الشرع، والمنكر كل ما عرف قبحه في الشرع. فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وهذا الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه متعدي، بخلاف الذي سبق تسبيح تكبير تحميد والتهليل فإن نفعه قاصر، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن نفعه متعدي. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع المراد به الفرج،
والمراد هنا الجماع. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني الذي يجامع ويحصل على أجر في جماعه. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم شيئا يسمى عند الأصوليين قياس العكس، قياس العكس، وهو إثبات ضد قياس ضد الفرع في ضد الحكم. فهنا الحكم أن الزنا يكون فيه وزر، فكذلك الوطأ المباح يكون فيه أجر. هذا هو قياس العكس. كما أن الزنا يكون فيه وزر، فكذلك الوطأ المباح يكون فيه أجر. هذا معنى قوله: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن هذا كما جاء في النصوص التقييد في المباحات بأنه يثاب عليها إذا قصد بها التقرب إلى الله جل وعلا وابتغاء مرضاته. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فالتقييد بابتغاء وجه الله جل وعلا. وهكذا جميع المباحات إذا قصد بها ونوي بها التقرب إلى الله جل وعلا حصل صاحبها على الأجر، وأما إن لم ينوي التقرب إلى الله جل وعلا فإنه لا يحصل على أجر. فهنا الجماع إذا كان نوى به إعفاف نفسه وإعفاف أهله، وكذلك أن يكون له ولد، نوى مثل هذه النوايا الطيبة الصالحة، فإنه يحصل على أجر، يحصل على أجر. فهذا الحديث فيه كما ذكرت ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على كل خير. وجاء في الصحيحين أن أهل الأموال أهل الدثور لما علموا بذلك وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عملوا مثل أعمالهم. جاءت الرواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يسبحون ويكبرون ويحمدون دبر كل صلاة 33. فالأغنياء لما سمعوا بهذا فعلوا مثل فعلهم. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا خارج عن قدرة الإنسان وخارج عن استطاعته، وإنما هذا محض تفضل من الله جل وعلا يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. فامتن على أناس بأن جعلهم أغنياء، امتن على أناس فجعلهم أغنياء. فكونهم ينفقون هذه الأموال في الخير فهذا لا شك فيه إضافة أجور وحسنات لهم. فكون الله سبحانه وتعالى قد خص بعض عباده بالمال وصار أولئك ينفقونها في الخير ازدادوا بذلك أجرا على غيرهم،
وذلك كله محض تفضل من الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه يذكرون له ما فعله الأغنياء أجابهم بهذا الجواب: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا شرح هذا الحديث العظيم، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا شرح الحديث 26 من أحاديث 40 النووية. يقول فيه النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة المفصل، مفصل العظام. فالله جل وعلا خلق الإنسان وركب فيه عظاما، وهذه العظام بينها مفاصل، هذه المفاصل كل مفصل منها يسمى سلامة، والجمع سلاميات، جمع سلامة سلاميات. وهذه السلاميات عددها 360 سلامة، 360 مفصل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة في ذكر هذا العدد 360، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه في تعداد هذه السلاميات، وأنها 360 سلامة. وهذه المفاصل هي من نعم الله عز وجل العظيمة على عبده، فإنه لو اختل مفصلا واحدا منه لا صعبت عليه الحركة ولوجد التعب والمشقة. والله جل وعلا أكرم عباده وخلقهم في أحسن تقويم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وهذه النعمة العظيمة وهي المفاصل تستوجب الحمد والشكر لله جل وعلا، وهذا الحديث يبين ذلك، وأن على كل سلامة، على كل مفصل، كل يوم تطلع فيه الشمس عليه صدقة. وهذه الصدقة، وهذه الصدقة التي على كل مفصل تنقسم إلى قسمين: صدقة واجبة وصدقة مستحبة. والصدقة الواجبة على هذه المفاصل هي الاتيان بالواجبات، الاتيان بالواجبات الشرعية والكف عن المحرمات، فكونه يكف عن المحرمات ويأتي بالواجبات، هنا قد قام بالصدقة مقابل هذه النعمة العظيمة
التي هي المفاصل. فكونه يأتي بالصلوات الخمس ويأتي بما أوجب الله عليه ويكف عن ما حرم الله عليه، فإنه قد أتى بالصدقة الواجبة لذلك اليوم. وهناك صدقة مستحبة، وهناك صدقة مستحبة عن هذه المفاصل، وهي جميع أعمال الخير، جميع أعمال الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أمثلة، وإلا فكل الأقوال والأفعال التي هي مما حث الشارع عليها فإنها تكون صدقة، فإنها تكون صدقة. والذي جاء في هذا الحديث فيه أمثلة وليس حصر. قال: كل يوم، كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. هذا المثال الأول من أمثلة هذه الصدقة المستحبة، تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين متخاصمين، إما بالصلح بينهما وإما بالحكم بينهما بالعدل. فمن فعل ذلك ونوى التقرب إلى الله جل وعلا فإنه قد أتى بصدقة مستحبة عن هذه النعمة، نعمة المفاصل. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وكذلك الآن في السيارات تعين الرجل في إصلاح سيارته، وتعين الرجل الكبير في ركوب السيارة، كل ذلك داخل في هذا المعنى ويكون صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة يدخل تحتها كل كلام طيب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن وتعليم العلم الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك داخل في الكلمة الطيبة، وإلقاء السلام على الناس، فهذا كله داخل في الكلمة الطيبة. قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وهذا كذلك، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة يكون بها صدقة. وإذا كانت الصلاة يعني صلاة واجبة فإن المشي إليها واجب، وإن كانت مستحبة فإن المشي إليها مستحب. والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. تميط أي تنحي أو تزيل الأذى، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهذا كما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان، وذكر أن أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. فهذا فيه الحث على هذه الأفعال التي جاءت في هذا الحديث، الصلح والعدل وإعانة الناس ونفعهم، والكلمة الطيبة بكل معانيها، والحث على الخطى إلى المساجد، وقد جاء ما يدل على أنه يكتب له الأجر في الذهاب والإياب، ليس في الذهاب فقط بل في الذهاب والإياب، وكذلك إماطة الأذى عن الطريق. جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم لما ذكر هذه السلامة قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة،
وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي أن ركعتي الضحى تكون صدقة عن تلك السلامة 360 سلامة، تكون ركعتي الضحى تكون ركعة الضحى مجزئة عن صدقة ذلك اليوم. وهذا فيه الحث على صلاة الضحى، ويبين كذلك الحديث أن صلاة الضحى مستحبة كل يوم. وقد اختلف أهل العلم في صلاة الضحى، هل هي مستحبة كل يوم أو مستحبة أحيانا وليس دائما، وهذا الحديث يبين أنها مستحبة على الدوام في كل يوم، فإن من أتى بها فقد أدى صدقة ذلك اليوم المستحبة، أدى صدقة ذلك اليوم المستحبة. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الحافظ النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. حديث النواس بن سمعان حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وأما حديث وابصة بن معبد ففيه مقال، فإن في إسناده الزبير أبو عبد السلام، الزبير أبو عبد السلام وهو ضعيف، وفيه أيوب بن عبد الله بن مكرز وهو مستور مجهول الحال. ثم إن الزبير لم يسمع من أيوب ففيه انقطاع. وجاء الحديث كذلك في مسند الإمام أحمد من طريق غير هذا، وفيه راو اختلفت النسخ في تسميته، اختلفت النسخ في تسميته، وهو يروي عن وابصة بن معبد رضي الله عنه. فبعض النسخ، نسخ المسند، أنه أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي معروف من أئمة التابعين، اسمه عبد الله بن حبيب. وأكثر النسخ أبو عبد الله السلمي وليس أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله السلمي. وأبو عبد الله السلمي هذا مجهول، فأكثر النسخ على أنه أبو عبد الله السلمي وهو مجهول. وكما ذكرت بعض النسخ أبو عبد الرحمن السلمي، وهي التي لأجلها حكم الألباني رحمه الله على الحديث بأنه صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم كما في مشكاة المصابيح. وكما ذكرت أن أكثر النسخ على أنه أبو عبد الله السلمي وليس أبو عبد الرحمن. ثم إنه بالنظر في تهذيب الكمال لم يذكر من الرواه عن وابصة
أبو عبد الرحمن السلمي، لم يذكره من الرواة عنه، ولم يذكر في شيوخ أبو عبد الرحمن السلمي وابصة ابن معبد، ولم يذكر في شيوخ معاوية بن صالح الذي يروي إسناد هذا الحديث، لم يذكر في شيوخه أبو عبد الرحمن السلمي. فيظهر والله أعلم من هذا وكثرة النسخ على أنه ليس أبو عبد الرحمن السلمي، وعليه فهذا الإسناد ضعيف. ولكن مجموع الروايات الواردة في هذا المعنى تدل على أن الحديث حسن لغيره، يعني جاءت شواهد تدل على ما دل عليه حديث وابصة. ثم إنه موافق للجملة، حديث النواس ابن سمعان الذي رواه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر يأتي لمعنيين: معنى عام فيشمل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، يقال لها البر، كما في الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم ولا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وذكر جملة من أعمال الظاهرة من الاعتقادات، وكذلك الأعمال الظاهرة، ذكر جملة من الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. ويأتي البر ويراد به معنى أخص، يأتي البر ويراد به معنى أخص من المعنى العام. المعنى العام ذكرنا أنه يشمل جميع أنواع الطاعة، جميع أنواع الطاعة الظاهرة والباطنة. والبر بالمعنى الثاني المعنى الخاص يأتي ويراد به بر الوالدين، البر الذي يكون للوالدين والذي ضده العقوق، ضده العقوق. وأما البر بالمعنى الأول ضده الفجور. فالحديث يقول فيه: البر حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أعظم خصال البر، أعظم خصال البر، البر هنا بالمعنى العام وهو جميع أنواع الطاعات وكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، سأله عن البر، قال: البر حسن الخلق. فحسن الخلق هو أعظم خصال البر، وعليه فتكون هذه الجملة مثل الحج عرفة والدين النصيحة، يعني لعظم عرفة صارت كأنها هي كلها الحج، ولعظم النصيحة صارت كأنها هي كلها الدين. هنا كذلك البر حسن الخلق، فنوه إلى عظم هذه، إلى عظم هذه الخصلة وهي حسن الخلق. وحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وأن تحب للناس ما تحبه، ما تحبه لنفسك. بذل الندى أي الخير، وكف الأذى وأن تحب للناس ما تحبه لنفسك، فهذا هو حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم، الإثم نوعين، أو الإثم نوعان: نوع واضح جلي، ونوع يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس.
الإثم الواضح الجلي الذي فيه النصوص والأدلة الواضحة، وإثم يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيى من فعله، فيخشى صاحبه ألسنة الناس في نيلهم منه، يعني قد ينالون منه بسبب فعله ذلك فيتستر، فلا يفعل ذلك الذي يريده بقلبه، أو أنه يفعله بتستر. فيعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة التي هي علامة تدل على أن ذلك إثما. وقال بعد ذلك عن وابصة بن معبد رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. وهذا إما أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على ما يريده وابصة، ويحمل أو أنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه يريد أن يسأل عن ذلك لكونه مثلا راجعه في ذلك قبل هذه المرة، لكونه راجع في ذلك قبل هذه المرة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يريد أن يسأل عن البر والإثم. فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، والمعنى يعني أنه يسأله عن الشيء الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار وهم المطيعون، أو الشيء الذي يأثم فاعله فيلحقه بضدهم وهم الفجار. فأجاب عليه الصلاة والسلام قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يطمئن إليه القلب وتطمئن إليه النفس، اطمئنان القلب واطمئنان النفس بمعنى واحد. فقال: استفتي قلبك. وليس المراد أن هذا لكل أحد، بل هذا إنما هو لأهل الإيمان والتقوى، لأهل الإيمان والتقوى. المؤمن الذي يخاف الله جل وعلا فلا يفعل شيئا إلا ما يطمئن إليه قلبه ولو أفتي به. فلا يكون هذا لجميع الناس، لأن كثير من الناس يعني يتهاونون في 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 الإثم الواضح فيرتكبونه، ولكن المراد هنا استفتي قلبك إنما هو لأهل الإيمان الذين يخافون الله جل وعلا ولا يفعلون شيئا إلا وقلوبهم مطمئنة إليه. ثم إنه أيضا هذا في الأمر الغير واضح في الشرع، أما الأمر الواضح في الشرع وجاءت فيه الأدلة، وأنه مثلا رخصة مثل الترخص برخص السفر من قصر الصلاة وجمعها، فهذا الأمر فيه واضح ولا يجوز التردد فيه، بل على المسلم أن يأخذ بما جاءت به السنة من الرخص. فإذا كان الأمر غير واضح في الشرع وأفتي فيه بشيء وهو من أهل الإيمان والتقوى الذين يخافون الله جل وعلا، ولم يطمئن قلبه إلى تلك الفتوى، فإن عليه أن لا يقدم على تلك الفتوى، أن لا يقدم على تلك ما تدل عليه تلك الفتوى، لأن قلبه غير مطمئن وهو من أهل الإيمان والتقوى. والأمر كذلك ليس فيه نص، وهو من الأمور الخفية في الشرع. ثم كذلك قد يكون المفتي ليس بتلك الأهلية، أو أنه لم أو أن السائل
لم يعطي السؤال حقه، لم يعطي السؤال حقه. فكل ذلك فيه أن المرء المؤمن يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس فلا يفعل إلا ما يطمئن إليه قلبه. وفي هذا دلالة على ما جاء، وفي هذا دلالة على أن المرء مفطور على ميله إلى الحق، مفطور على ميله إلى الحق واستعداده لقبوله، كما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء مسلمين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني أسرفتهم، فأحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به عليهم سلطانا. والحديث صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. وكذلك كل مولود يولد على الفطرة، هذا الحديث كذلك فيه هذا المعنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرجع هذا الرجل هو عابس رضي الله عنه إلى قلبه، وما يطمئن إليه قلبه وما تطمئن إليه نفسه وتنشرح. قال: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. في الرواية الأولى حديث النواس: والإثم ما حاك في النفس، وهي هنا كذلك: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وهناك وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاك في النفس أي أنك تجد القلق والاضطراب في نفسك وعدم الارتياح، فيحصل لك ذلك. وكذلك ذكر ضابط آخر: كرهت أن يطلع عليها الناس في الرواية الأولى، وهنا وتردد في الصدر، تردد لا يحصل لك ثبات ورسوخ بل يحصل لك تردد في الصدر وعدم اطمئنان. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، إن أفتاك الناس وأفتوك أنك تقدم على كذا وأنك تفعل كذا ولكن قلبك لا يطمئن، فإنك تستفتي قلبك وترجع إلى قلبك. وهذا كما ذكرت إنما يكون لأهل الإيمان الذين يخافون الله جل وعلا، فلا يكون لغيرهم. ثم إن هذا في الأمور الغير الواضحة في الشرع، أما الأمور الواضحة في الشرع فلا بد فيها من الأخذ بما دل عليه الشرع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.